التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام ضمن انطلاقات سباق الحلفة لسن الفطامين من مسافة الكيلو والنصف. شاهدنا المتعة والإثارة، ولكن هنا نسير مع انطلاقة شوطنا العاشر الذي خصص للجعدان الصعوب. الشوط الرئيسي بالنسبة للجعدان الصعوب، ونسير إلى المقدمة وإلى المركز الأول. عتيم أحمد بن محمد بن هاشل الشامسي، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني يتابع القدوم على المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق، يتقدم في هذه اللحظة بينما المركز الثالث. نتابع هنا أيضا شاهين محمد بن أحمد بن سيف بن غيث المري، يتقدم في هذه اللحظات المركز الرابع. المركز الرابع أشوف من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظة وفي هذه المسيرة، ما شاء الله على هذه الانطلاقة. بينما في المركز الخامس، في المركز الخامس شرار لسلطان بن عبد الله بن سالم المسافري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى عتيم أحمد بن محمد بن هاشل، ولكن راعي الحريثي، راعي الحريثي بن غيث المري يتقدم إلى المركز الثاني. الله 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 على هذا الانطلاق، على هذا التحدي الرائع. بينما في المركز الثالث وصل سالم بن خلفان بالعري، هذا يتقدم في هذه اللحظات. وإلى وين السلام؟ إلى وين عندك يا بن غيث؟ يا بن غيث يا المري، روح راعي الحريثي، اصمد على المقدم، اصمد اصمد على الصدارة. ما شاء الله محمد بن أحمد بن غيث المري، سلام راعي الحريثي، سلام سلامي على هذا الأداء اللي يقدمه لنا في الصدارة الأولى شاهين. المركز الثاني سالم بن خلفان بالعري، المركز الثالث كان الوصول من شرار السلطان بن عبد الله المسافري. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 2:19 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.